اثنين من النصر، اثنين من الشباب، واحد من الاتحاد، ابو عبد العزيز. طبعا شوف هي تعطي مؤشرات، لكن لا تزال انا اقول لا زال يعني ما كملنا دور كامل. لو كملنا دور كامل بيبان معنا من اللاعب الاكثر تهديفا. طبعا اليوم جونيور مسجل 6 اهداف، تاليسكا 5 اهداف، جوستافو 4 اهداف، ولكن ما كمل ال 15 فريق، ما لعبوا دور كامل. انا اتوقع ان الحكم يعني يكون اشمل لما تلعب ال 15 مباراه، احنا لسه ما لعبنا الا 8 مباريات، ولكن في مؤشرات ان الشباب عنده قوه ضاربه هجوميه اللي هم الاربعه مهاجمين اللي في المقدمه، مينا وبومبي وارون وكارلوس وش اسمه جوانكا، هذول قاعد بيخدمون الشباب بشكل كبير خاصه مع الفرق غير المنافسه. كارلوس قاعد يتوهج بشكل كبير، اتوقع انه في قادم الايام اذا استمر اللاعب الاسباني بعيد عن التسجيل اتوقع انه هو بيكون راس الحربه، واللاعب الاسباني اتوقع انه يكون خارج التشكيله يعني اذا استمروا السبعه لعيبه بادائهم العالي. تاليسكا استمرار لادائه الفني الفردي العالي العام الموسم الماضي، يعني كل رغم كل المشاكل اللي مرت في النصر الا انه نافس على لقب الهداف الى اخر الموسم وكان لاعب جدا مؤثر في نتائج النصر. جوستافو قاعد يقدم نفسه بشكل مميز، فانا اقول انه المؤشرات تعطينا انه الشباب والنصر عندهم قوه هجوميه، ولكن ما نقدر نعطي حكم قبل اكتمال مباريات الدور الاول.